ده بإذن الله. معانا آه آية بس آه أوكي. مكالمة، معلش. ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا آية، اتفضلي. ألو، ألو، سامعانا؟ أه اتفضلي يا آية، معاكي الدكتور. ماشي. يا آية، لو سمحت يا دكتور، كنت عايز أسألك سؤال. عيني. أي ممكن تسمعينا بس من التليفون أو الموبايل مش من التلفزيون؟ حضرتك يا دكتور، شعري بيسقط كتير قوي، عندك كام سنة يا آية؟ وكنت يعني أنا اتعالجت من فترة ورجع تاني دلوقتي، شعري خلاص يعني اتعالجت ورجع تمام وكده، ومن يومين ثلاثة بيسقط كتير قوي، يعني ما بكيش فيه خلاص. عندك كام سنة يا عارفة آية؟ أعمل إيه؟ إيه؟ عندك كام سنة؟ 22 سنة. بتغسلي شعرك بإيه؟ انا غسلته بشامبو شامبو جايبها من الصيدلية اللي الاول، اسمه جنبه. بنتين ده الاول، وبعد كده بطلته وجيت بغسله بصابون عادي. شفتي؟ صابون عادي انا اه. بعت بتغسلي لك كام مرة؟ بنتين. لا يعني لو في، في لو كل الأسبوع. يوم من ثاني يوم او كل يوم احيانا. كل يوم ومرتين في اليوم. طيب بص، اسمعيني من التلفزيون يا آية. بص يا جماعة، اللي زي آية، شكرا يا ايه. اللي زي آية، بص يا جماعة، نمرة واحد الصابون ده يا جماعة خطر جدا على الشعر. الصابون ده استحمي بيه، اغسلي بيه ايديك، اغسلي بيه رجليك، اغسلي بيه أي حاجة، اعملي اللي أنت عايزاه بيه، أنت حرة. بس بعدي أرجوك عن وشك وعن شعرك. أيا كان الصابون، يعني أنا عارف إن في ناس على قد حالها ماديا. أيا كان الصابون، ابعدي عن شعرك وعن بشرتك فقط. اغسلي بيه أي حاجة تانية، اغسلي بيه الهدوم، اغسلي بيه ايديك، اغسلي بيه رجلك، زي ما أنت عايزة. بس ابعدي الصابون عن شعرك وعن بشرتك، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ارجوكي ما فيش حد بيغسل شعره كل يوم، وخاصه لو ست. لما تتعامل مع شعرها هتتعامل مرتين في الاسبوع ماكسيمم، لو شعرها دهني او في قش تتعامل 3 مرات ماكسيمم. طيب واحده تيجي تقول لك ايه، اصل انا ست نظيفه احب اخد شاور 5 مرات في اليوم. خدي زي ما انت عايزه، بس ابعدي عن شعرك. خدي جسمك اعملي فيه اللي انت عايزاه من غير ما تغسلي من غير ما تغسلي شعرك. غسيل الشعر، جيبي ميه على شعرك، ما عنديش مشكله، بس ابعدي عن اي حاجه. ارجوكي 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 يا جماعه، ارجوكوا تاني، عشان انتوا لما بتبوظوا الشعر ما بيرجعش تاني لطبيعته، بياخد وقت طويل قوي قوي قوي. مش متخيله الايه دي بتقول لك شعرك كان كويس بدا يسقط دلوقتي بقى لي يومين، عقبال ما بطل يسقط عند ايه بعد ما نديها العلاج اللي احنا نقوله دلوقتي، هتطلع شهرين ثلاثه على الاقل. يعني مش سهل، طبعا. مش هو في يوم وليله هتلاقي الدنيا ظبطت معاها، مستحيل. لا مستحيل. هنجيب زيت جاجوبه وزيت املك وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون. تاني بالراحه، زيت جاجوبه وزيت املك وزيت سمسم وزيت جرجير وزيت زيتون، كميات متساويه يا ايه، حطيهم في ازازه، وبعد ما تغسلي شعرك مرتين او ثلاثه في الاسبوع بتحطيه الزيت، وكل يوم حطيه الزيت، يعني تسيبي شعرك حبه صغيرين كده وتروح حاطه الزيت على فروه الراس، الكلام ده الصبح وبالليل. ارجوكي استخدمي شامبو العسل، ارجوك انا هفضل اقول كده، استخدموا شامبو. يعني انا دايما في منتجاتي اقول لك الوصفه واقول لك روحي اعمليها بره، الا شامبو العسل اقول لك اشتريه من عندي. ليه؟ حاجه طبيعيه وهتساعدني كتير في العلاج.